إذا موضوعنا عن أورام المثانة مع ضيفنا الدكتور مثنى محمد الراوي. السلام عليكم دكتور مثنى. عليكم السلام، يا مرحبا، أهلا وسهلا، يا مرحبا. المثانة طبعا عضو من الأعضاء التابع للجهاز المسالك البولية، وفي البداية لمحة صغيرة عن المثانة، وظيفة المثانة دكتور مثنى، ومن ثم ننتقل إلى أبرز الأعراض الشائعة التي تصيب المثانة، ليس ما يتعلق بالأورام وإنما بشكل عام. نعم، المثانة هي جزء مرتبط بالمجرى البولي، لوظيفتها الرئيسية هي عملية خزن البول، وتستلب البول من الكليتين. عند وصول مستوى الخزين إلى مستوى معين اعتمادا على عمر الشخص، يتم بواسطة يتم تفريغ كمية الإدرار التحفيز العصبي. نعم. وأبرز الأعراض التي تتعلق باضطرابات المثانة بشكل عام، سواء كانت التهابات أو حتى فرط نشاط المثانة أو حتى أورام المثانة. نعم، المثانة البولية كجزء من المجرى البولي تتعرض إلى عدة اعتلالات وأمراض، يعني تتراوح من الالتهاب الحاد إلى الالتهاب المزمن أو الالتهابات المتكررة، وهذه الالتهابات قد تكون بسبب بكتيري أو فيروسي، هذه من ناحية، أو ممكن الاعتلالات الأخرى قد تكون بسبب اعتلالات تصيب أعصاب المثانة والتحكم بآلية خروج البول وخزن البول، وممكن تتراوح أيضا هذه الاعتلالات إلى الإصابة بالأورام، واللي تكون ممكن أن تكون أورام حميدة أو أورام خبيثة. نعم طبعا، بالنسبة للاضطرابات أو الاعتلالات مثل ما ذكر الدكتور مثنى هي متعددة، سواء كانت التهابات أو حتى اعتلالات عصبية، فرط نشاط المثانة، وأيضا الأورام سواء كانت الحميدة والخبيثة. نتكلم عن الأورام وندخل في موضوعنا دكتور مثنى، وفي البداية ما هي أعراض الخاصة طبعا مثل ما بنعرف أي ورم يمر بمراحل، وبالتالي الأعراض ما هي المظاهر السريرية؟ نعم، بالنسبة لسرطان المثانة هو عملية انقسام غير مسيطر لخلايا المبطنة للمثانة البولية. فالأعراض التي قد تنجم من هذا الورم، بالدرجة الأساس سرطان المثانة يعطي أعراضه بصورة مبكرة، وهذه خاصة يكون عن طريق التبول الدموي. نعم. التبول الدموي هو من الأعراض الرئيسية للمثانة، لسرطان المثانة، والذي قد يكون مجهري أو بالعين المجردة، يعني ممكن يكون إجراء فحص تشيكاب لليورين أناليسيس، فحص الإدرار، نرى بعض وجود كميات من الدم ولكنه غير واضحة بالعين المجردة. في عندما يوصل مراحل أكثر ويكبر السرطان المثانة أو المرم نفسه، ممكن يتحول إلى يعني نزيف ويكون واضح بالعين المجردة. هذه ويعطينا من المراحل الأولى، المراحل الأولى يعطي هذا، فهذا يكون أيضا يفيدنا من راح نحكي على التشخيص، كيف راح نوصل للتشخيص بصورة مبكرة. ممكن يرافق أيضا بعض الأعراض اللي ممكن كثرة تبول أو عدم السيطرة، ممكن في مراحل متقدمة عندما ينتشر الورم في مراحل متقدمة ممكن يصير غلق للمجرى البولي، وممكن يأثر على وظيفة الكلى في المراحل المتقدمة. نعم، موضوع التبول الدموي طبعا له دلالات مختلفة، قد يكون أيضا بسبب الحصى، قد يكون أيضا بسبب البروستاتا، قد يكون بسبب المثانة. ما يميز التبول الدموي الخاص بأورام المثانة؟ هل هناك ميزات خاصة به دكتور؟ نعم، النقطة المهمة هو أنه يكون تبول بدون آلام. نعم، يعني بدون أي آلام يصاحب هذا التبول، يعني وقد يكون متقطع، يعني مو بالضرورة أنه يكون بصورة مستمرة. فمن يكون غير مصحوب بأي، يعني من يكون نفرض أنه بسبب حصى الكلية راح يكون هنالك آلام،
أو إذا يكون مرافق الالتهابات راح تكون حرقة في الإدرار، كثرة تبول. لكنه اللي يميز التبول الدموي المرافق لسرطان المثانة هو عدم وجود أي بالغالب عدم وجود أعراض مرافقة، فقط تبول دموي بدون أعراض. فهذا ممكن أيضا يعطينا إشارة أنه لا سمح الله وجود أورام، وعلينا التأكد من ذلك. نعم، دائما التركيز طبعا على موضوع التشخيص الباكر والتدخل الباكر حتى نقي أنفسنا من مخاطر أي مرض. ونذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. موضوعنا عن أورام المثانة، وضيفنا الدكتور مثنى محمد الراوي، اختصاصي أمراض المسالك البولية وجراحتها في المركز الطبي الألماني في مدينة دبي الطبية. وطبعا نحاول قدر الإمكان من خلال استضافة الدكتور مثنى أن نسلط الضوء على كيفية الوقاية وأيضا التشخيص الباكر. ودائما نذكر بعدم إهمال أي عرض مهما كان هذا العرض بسيطا، ومراجعة الطبيب مباشرة حتى يقوم بالإجراءات التشخيصية والعلاجية. إذن فاصل قصير، وبعد الفاصل نتابع عن أورام المثانة. فاصل قصير فابقوا معنا. دكتور مثنى، السلام عليكم. عليكم السلام، يا مرحبا. أكثر من 1,000,000 شخص شهريا في مختلف أنحاء العالم يتم تشخيصهم بأورام المثانة، ما هي الأسباب دكتور مثنى؟ نعم، أورام المثانة تكثر خاصة مع تقدم العمر، هاي واحدة من الأسباب. نعم. السبب الثاني هو التعرض إلى بعض المواد المسرطنة اللي تصيب ممكن يتعرض لها الإنسان، خاصة تعرض الكيميائيات اللي تكثر في المعامل، خاصة الأصباغ والمعامل المرتبطة بالمطاط وصناعة البلاستيك. هذه أكثر المواد اللي ممكن تسبب الأذى على وتصيب أكثر، تعرض الشخص إلى الإصابة. إضافة إلى التدخين سبب مؤكد إلى زيادة نسبة حدوث الأورام المثانة. بعض المواد الكيميائية، الأدوية الكيميائية اللي تستخدم لبعض السرطانات الأخرى أيضا ممكن تصيب، تؤدي إلى سرطان المثانة. أيضا إضافة إلى ذلك عوامل جينية، يعني عوامل جينية ممكن تزيد من نسبة تعرض الشخص. يعني ممكن أشخاص اثنين يدخنوا نفس الكمية، نفرض باكيت أو باكيتين في اليوم، ممكن شخص يصاب ممكن آخر لا يصاب. يصاب ممكن هو جينيا معرض إلى التعرض إلى أثر التدخين بشكل مضاعف أكثر. فهذه كلها عوامل تساعد على زيادة التعرض. في أيضا في نوع أنواع أخرى من السرطان، من سرطان المثانة خاصة في مصر، هو اللي نشوف كثرة التهابات الهارزية. نعم. التهابات الهارزية ممكن تؤدي إلى زيادة حدوث نسبة سرطان المثانة. إضافة إلى الالتهابات المزمنة داخل المجاري البولية خاصة مثلا، ممكن أيضا هذا عامل آخر. فهذه إضافة. نعم. إلى إذا هنالك إشعاع، يعني إشعاع خارجي تعرض للشخص، ممكن هذه تزيد من إصابات التعرض إلى سرطان المثانة. نعم. فهذه كلها عوامل خطر، يعني وعوامل. نعم. يعني مثل ما ذكرت، قد يكون شخص على سبيل المثال لديه يعني يدخن، لكن قد لا يصاب بسرطان المثانة، لكن شخص آخر يعني يدخن ولديه عامل آخر من عوامل الخطر، فيكون أكثر عرضة من غيره للإصابة بأورام المثانة. نتمنى دائما التركيز على الجانب الوقائي، وأيضا تفادي كل هذه عوامل الخطر، وتحديدا ما يتعلق بالتدخين. قد لا يعرف البعض بأن التدخين يعني له علاقة بسرطان المثانة وغير ذلك من الأمراض والأورام. ومثل ما بنعرف أنه التدخين قاتل بشتى ومختلف أنواعه، سواء كان التدخين الإلكتروني أو حتى التدخين المعروف بأنواعه أيضا المختلفة. وطبعا كل ما يقال عن التدخين من أنه لايت وخفيف، هذه كلها خدعة وكذبة للتسويق ليس إلا.
طيب فيما يتعلق في موضوعنا، ذكرت أيضا كثرة الالتهابات في المثانة، ومثل ما بنعرف بأن النساء أكثر دكتور عرضة للإصابة بهذه الالتهابات. نعم. يعني هل النساء أكثر عرضة أيضا للإصابة بأورام المثانة أم ليس بالضرورة؟ سرطان المثانة يكون أكثر عرضة في الرجال، أكثر عرضة الرجال. نعم. يصيب سرطان المثانة يصيب الرجال أكثر من النساء تقريبا بثلاث أضعاف. السبب هو تعرضه أكثر للعمل وتعرضه أكثر للعوامل الكيميائية أو اللي ممكن يتعرض لها أكثر، يعني إكسبوجر أكثر أثناء العمل فيكون أكثر، تدخينه أكثر، يعني التدخين والتعرض لهذه العوامل الكيميائية بعمله مثل ما حكيت لك في المعامل تكون أكثر عرضة. لكن الالتهاب المتكرر اللي يشفي هذا أقل، بس إذا التهابات مزمنة هذه أيضا واحدة من الأسباب لتزيد عرضة الإصابة بسرطان المثانة. نعم. وأيضا مثل ما ذكر الدكتور مثنى، من أبرز الأعراض هو التبول الدموي. التبول الدموي إحنا حكينا نعم. من يعني من الأمور الجيدة اللي يعطينا إياها سرطان المثانة هو تكون ينطي أعراضه بشكل مبكر. نعم. بشكل مبكر ويكون عن طريق تبول دموي. هذا التبول الدموي هو نوعين، يا أما ينطي يعني بالمجهري اوكي، فيعني من واحد يعمل تشيك اب ويشوف بالمختبر يعني. نعم. بالمختبر وفي دم في البول لكنه غير مرئي، هذا يعني في علامه انه يجب ان نبحث شو ما سببه. فعند ذلك اذا يلجا الى الطبيب المختص يعمل له الفحص السريري. نعم. اذا لا يوجد سبب واضح كالتهاب أو سبب آخر واضح، إذا هنالك سبب واضح كالتهاب يعالجه ثم مرة ثانية يرجع شوف. إذا بقى موجود أو لا يوجد سبب واضح عند ذلك يجب إجراء بعض الفحوصات لمعرفة السبب وراء هذا التبول الدموي. نعم. إلى ثلثين الأسباب هنالك سبب لهذا التبول الدموي اللي يكون فقط غير مرئي فقط بالمختبر، وأربعة بالمئة أنه ممكن يكون سرطان. فعند ذلك يجب إجراء الناظور للمجرى البولي للأعمار فوق 35 سنة. إحنا قلنا سرطان المثانة هو يكثر مع زيادة العمر وأكثر شيء بعد 60 سنة. نعم. فكل شخص فوق 35 سنة ولا يوجد سبب واضح كالتهاب فعليه إجراء تنظير للمجرى البولي، إضافة إلى وظائف الكلى، إضافة إلى أخذ صورة بالسيتس كان اللي هو الفحص الطبقي للمجرى البولي، هذا للتأكد ومعرفة سبب التبول الدموي اللي غير المرئي. نعم. أما إذا كان مرئي يعني يشوف الشخص بالعين المجردة هنالك دم وأيضا لا يوجد سبب، فعند ذلك هاي 50% احتمال هنالك سبب معين، و 25 إلى 25% هنالك ورم لا سمح الله، يعني من شخص يصيبه تبول دموي ظاهر، فهذه 20 إلى 25% احتمال هنالك سرطان، أما بالمجرى البولي ككل، أما الكلية أو المثانة. عند ذلك هذه بغض النظر عن العمر يجب إجراء الناظور التشخيصي للمثانة والفحص الطبقي والفحص السريري، إضافة إلى فحص الخلايا الورمية في البول. نعم. هاي ثلاث فحوصات رئيسية لكل شخص عنده تبول دموي، هو الفحص بالناظور للمثانة وفحص الخلايا الورمية في البول والفحص بالسيت سكان والفحص الطبقي حتى نعرف شو السبب الرئيسي وراه. فهاي بالبداية عندما نوصل للتشخيص في المراحل الأولى ممكن إعطاء العلاج الملائم ويكون شافي بإذن الله. نعم. وطبعا حتى يجنب المريض الكثير من المخاطر وأيضا نعم. يوفر عليه الكثير من الوقت والجهد والمال الذي يصرف نعم. لاحقا لا سمح الله عند تطور المرض وعند أيضا يعني أنا يكون نعم. بالمراحل الأولية هذا قابل للشفاء. نعم. خاصة بإذن الله. نعرف من يكون بمراحل متقدمة، فلهذا الكشف المبكر ضروري جدا. نعم. ومن هنا دائما نركز من خلال برنامج بلسم على أهمية عدم إهمال أي عرض حتى لو كان صداع بسيط، وأيضا أن نراقب هذا العرض، وفيما
يتعلق بأمراض المسالك البولية. كثير مهم موضوع إذا هناك تغير في رائحة البول أو حتى في مظهره وفي لونه، مباشرة مراجعة الطبيب وعدم إهمال ذلك، وعدم أن نقول أن هذا الأمر بسبب تناولنا الماء أو لم نتناول الماء اليوم أو تناولنا بعض الأطعمة. وقد يكون هذا الكلام صحيحا، يعني مثل ما بنعرف بنتناول الشوندر على سبيل المثال فيصبح اللون لون البول أحمر أيضا، لكن لا يعني هذا أن حالة مرضية. نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600551414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. وأيضا نرحب بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. موضوعنا عن أورام المثانة مع ضيفنا الدكتور مثنى محمد الراوي، اختصاصي أمراض المسالك البولية وجراحتها في المركز الطبي الألماني في مدينة دبي الطبية. هناك استفسار من بعض المستمعين عن المياه، هل المياه، ومثل ما بنعرف في هناك أنواع متعددة للمياه، مياه الشرب نقصد دكتور، نعم، علاقة بهذه الأورام أو بإصابات معينة في أمراض المسالك البولية؟ يعني هو بصورة عامة إذا هو كان ماء صالح للشرب ونظيف ما إلى يعني حد سبب رئيسي في تكوين المثانة، بس كثرة السوائل، يعني إحنا من العوامل اللي تفيد من الكمية الموصى بها لترين نص إلى ثلاثة لترات، هذه أيضا تساعد على تنظيف المجرى البولي وتخلص من كثير من حتى المواد المسرطنة اللي موجودة ممكن بالأكل اللي يتعرض إليها الإنسان، فهو عامل وقائي يعني كثرة السوائل، لكن هو بحد ذاته ما إلى يعني علاقة رئيسية بإحداث الأورام، بس كثرته هو لوقاية المجرى البولي وتخلص المجرى البولي من المواد المسرطنة اللي ممكن يتعرض لها الإنسان. نعم، وطبعا كثير مهم نتناول الماء بشكل أساسي حينما يعني نتكلم عن السوائل، نقصد بشكل أساسي الماء وليس العصائر أو غير ذلك أو حتى المنبهات. الإكثار من شرب الماء بشكل يومي طبعا مفيد جدا للكلى وأيضا للمسالك البولية وللجسم بشكل عام، وللأسف يعني في بعض الأطباء على وسائل التواصل الاجتماعي يخرجون ويعني يقولون بأن تناول لترين من الماء أو الأكثر من شرب الماء يضر بالجسم. أنا لا أعرف من أين يستقي هذه المعلومات حقيقة، يعني هذه معلومات غير دقيقة. إحنا خاصة الماء، إحنا علاقتنا وطيدة بالماء بمجرى البولي، فأكيد إحنا نشجع الناس إنه يكثرون من كثر السوائل، يعني خاصة الماء. أقل شيء للعاقل هو الرجل نوت لترين إلى 3 لترات. طيب عندنا فاصل، وبعد الفاصل نتابع مع الدكتور مثنى عن أورام دكتور مثنى السلام عليكم. والسلام يا مرحبا. إذن نتكلم عن أورام المثانة، ومعي أيضا اتصال الأخ عبد الكريم. ألو، السلام عليكم أخي الكريم. السلام عليكم، يعطيك العافية. يا أهلا وسهلا، تفضل أخي الكريم. ممكن أحكي مع الدكتور؟ دكتور مثنى معك، تفضل. أوكي. من فترة صار معي أنا مثل صار معي توأم صفيتين، فرحت على الدكتور فطلع معي مثل بحصة داخل الحالب، فأجريت العملية إنه طلعت العمل خلاص سويت العملية من ستة ثلاثة شهور. هلا من ستة عشر أيام رجع الوجع بنفس الجهة اليسرى في أوجع، فرديت رجع الدكتور عم يقول لي إنه التهاب، ممكن التهاب هذا بروستات أو تضخم بروستات. كم عمرك؟ أنا عمري 39. 39. دكتور مثنى بتحب تسأل الأخ عبد الكريم أي سؤال؟ نعم، الآلام وين تصير بالضبط؟ آلامك وين تصير؟ في جهة الحالب من جهة اليسار، عم تتجه نحو الكلية اليسارية. نعم، يعني بس مو للخلف، أمام من الأمام بس. نعم، هذه يعني تضخم البروستات عادة ما يكون بعمرك، تضخم يكون بعد 50 سنة، فما بيكون قد يكون التهاب مزمن ممكن يصير بعمرك هذا، أوكي ممكن يصير، بس أعراضه ما يكون إذا بهاي المنطقة حسب ما تحكي بمنطقة الحالب، فخاصة أنت كان تشكو من وجود حصوة حصات وأجريت لها عملية بالناظور، أجريت العملية بالناظور. نعم نعم بالناظور. نعم
يعني الآن أنت بحاجة للتأكد. بعض الأحيان بعد تكسير الحصوة تبقى جزء بسيط من عدة، ممكن يكون في الكلية، ممكن بعد تكسيرها وبعد فترة ممكن يرجع لنفس نفس مكان تكون الحصوة. أنت الآن الألم نفس يعني نفس مواصفات الألم اللي كان قبل العملية؟ نفس مواصفات الألم على الجين المستابق، نفس الألم نفس المواصفات. إذا مطلوب إجراء فحص ألترا ساون وإجراء فحص بول حتى نتأكد. احتمال أنه رجعت كونت بعض يعني جزء من الحصوة، ممكن بعد ما تم تكسيرها ممكن رجع نفس المكان. حتى دكتور بعد إذنك أيام وحتى وقت بصير معي، حتى بصير معي غيسيان، يعني بصير معي مثل العيان نفس دوشة نفس. هذه كلها تروح احتمال أنه بعد ما تخلصت من الحصوة الرئيسية. نعم. بقت جزء من عدها ممكن. عملت تحاليل؟ نعم هلا من جديد عملت تحاليل شيء للبول؟ أنا من الصفية طلعت عملت تحاليل، فبس لسه ما طلعت نتيجة. عملت ألترا صوت بس لسه ما خبرني الدكتور إنه شو طيب. النتيجة. لما بتطلع التحاليل إذا في مجال تترك رقمك عند زميلتي ميرا، وأعتقد رقمك موجود، أنا بتواصل معك. نعم. بعد البرنامج يعني على رقمي، ولما بتطلع التحاليل تبعت لي إياهن، أنا بحولهم للدكتور مثنى طبعا حتى يعني نفيدك بشكل أفضل. لكن مثل ما ذكر الدكتور مثنى، ما تذكره يميل أكثر أو يذهب بنا إلى اتجاه الحصى، وأيضا يعني أكثر من موضوع البروستات. لكن حتى طبعا الطبيب يحدد، لابد أن يكون هناك قصة مرضية وفحص سريري، وأيضا إضافة للاختبارات المختلفة. فإذا ما عندك أي استفسار آخر، أنا إن شاء الله بعد البرنامج بتواصل معك أخي عبد الكريم، وشكرا لاتصالك. شكرا. طيب مبادرة يعني أي طبعا متصل بالسؤال والاستفسار هذا يعني كتير مهم لنا دكتور مثنى، حتى لو كان خارج إطار موضوعنا لكن ضمن تخصصك، وبالتالي وهو أيضا في فائدة للآخرين بعدم إهمال أي عرض. وأيضا من حق الطبيب دائما نقول أن يكون له أو أن يحصل على رأي طبي ثاني، حتى طبعا يكون لديه المزيد من الأمان والشعور أيضا بها. أورام المثانة السرطانية هي التاسعة بين الأورام، تحتل المرتبة التاسعة بين الأورام السرطانية في العالم، والسابعة لدى الرجال الأكثر شيوعا. وللأسف نقول على مستوى العالم نقول 500,000 حالة، تقريبا نصف مليون حالة جديدة يتم تشخيصها سنويا. نعم. نعم. فالتركيز على التشخيص الباكر دكتور، مثل ما ذكرت قبل الفاصل، نرجع نذكر بطرق التشخيص. طرق التشخيص احنا حكينا، هو عند وجود الأعراض يتم إجراء، إذا كان التبول دموي يتم التبول دموي واضح بالعيان، هو إجراء ناظور تشخيصي للمجرى البولي، ناظور إضافة إلى فحص الخلايا السرطانية. يعني ورم المثانة واحدة من يعني الأمور اللي يعطيها هو وجود الخلايا السرطانية داخل المجرى داخل البول، خاصة بالأنواع الشديدة الخطورة. هذه تسقط من الورم نفسه، تنزل إلى فحص الإدرار، وعند إجراء فحص الإدرار نشوف هذه الخلايا. هذا إذا صار تشخيص بالناظور والخلايا السرطانية في فحص البول، إضافة إلى الفحص بالأشعة الطبقية هو السي تي سكان. حتى هاي ثلاث عوامل رئيسية إذا أي شخص عنده تبول دموي ظاهر، يعني شوف بعين المجردة. وإذا كان أيضا لا نهمل التبول الدموي غير المرئي، اللي هو فقط في الميكروسكوب، يعني أثناء المختبر ما بيشوفه المريض بالمختبر، هذا خاصة إذا ما في سبب، ممكن هذا يجي أكثر شيء التهابات. إذا ما في التهاب، ما في شيء واضح، فأيضا ممكن علينا أن التأكد من عنده بإجراء الفحص السريع، الفحص الناظور فقط للأعمارهم 35 سنة. نعم. يعني هاي نقطة مهمة، والفحص بالأشعة الطبقية، فحص الطبقي. طيب بالنسبة للتبول الدموي، طبعا يعني إن ظهر اليوم قد لا يظهر غدا، وربما يظهر بعد غد أو بعد فترة، يعني ليس مستمرا دكتور. نعم هي يعني حكيتها. نعم. هو متقطع. نعم. يعني ما يكون بصورة دائمة، يعني مرات شخص ممكن يصاب مرة واحدة ويهملها، ما يرجع يتابع. لا احنا حتى خاصة
اللي يكون ظاهري هذا حتى لو مرة واحدة علينا التأكد من سببه. نعم. فهو يعني واحدة من مميزاته إذا تبول دموي متقطع. نعم. نعم. لذلك حبيت أنا أرجع ركز عليه لأنه البعض يعتقد بأنه إذا أوكي ظهر لدي اليوم وبعد يعني غدا أو بعد غد مثلا لم يعد يظهر وبالتالي لم يعد هناك مرض. لا. لازم نراجع الطبيب حتى نعرف السبب الذي أدى لحدوث هذا التبول أو هذه القطرات في الدم، ومن ثم طبعا يتم وضع الخطة العلاجية المناسبة. نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. موضوعنا عن أورام المثانة، وضيفنا الدكتور مثنى محمد الراوي اختصاصي أمراض المسالك البولية وجراحتها في المركز الطبي الألماني في مدينة دبي الطبية. طيب، من الأعراض قبل ما نحكي عن العلاج دكتور، في بعض الأحيان هل هناك حرقة أثناء التبول؟ هل هناك أعراض أخرى مثلا غير موضوع الدم؟ نعم، هو احنا قلنا هو تبول دموي بدون آلام، لكن في نوع محدد من أورام المثانة اللي يعطي بعض الأعراض يعني المهيجة، احنا نعتبرها الريتاتيف مهيجة لجدار البطانة المجرى البولي، فيكون عنده كثرة تبول. نعم، كثرة تبول يعني بالساعتين نشوفها أكثر من 3-4 مرات، أو رغبة شديدة بالتبول يعني كثرة مع رغبة شديدة، وقد يوصل مرات عدم السيطرة بعض النقاط تطلع، فهذه الريتاتيف تنطينا أيضا احتمالية أنه تروح، وخاصة إذا لا يوجد التهابات، يعني عند إجراء الفحوصات لا توجد التهابات، فقط هاي الأعراض المهيجة للبطانة هاي أيضا تروح مع أحد أنواع أورام المثانة. فهذه العوامل هاي كلها بالمراحل الأولى، لا سمح الله مثل تصير مراحل متقدمة ويكبر هذا الورم داخل المثانة ممكن يغلق فتحة الحوالب للجهتين، فممكن أنه نبدي تأثر على عمل الكلية ويغلق الكلية تماما ونبدي مراحل الفشل الكلوي هاي بالمراحل المتقدمة. طيب، معنا اتصال من الأخ شادي. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. عليك السلام، مرحبا، تفضل. الله يسلمك، بس معك شادي. أهلا وسهلا فيك، تفضل دكتور مثنى، معك عم يسمعك إن شاء الله. بس لو سمحت، أحيانا لو بنام يعني. طيب، نعاود التذكير بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006، وعبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. دكتور، في بعض مع تطور المرض يعني بعد أن يكون هناك مراحل متقدمة في المرض تظهر الأعراض خارج المثانة مثل آلام في أسفل الظهر أو حتى في مشاكل في القلب. نعم، في مراحل متقدمة ممكن أن هو قلنا عملية انقسام غير مسيطرة للخلايا، فعندما ينتشر خارج المثانة البولية إلى الأجزاء الأخرى راح يلحق الضرر بهذه الأجزاء، فممكن أيضا إذا ممكن يوصل إلى الرئة، وإلى الرئة ممكن يصير عندنا يعني سعال مع وجود دم بالسعال، أو ممكن يصير ضيق بالتنفس، أو إذا العمود الفقري آلام بالظهر، أيضا إذا ممكن يضغط على يعني على ضغط على البروستات بيأثر، ممكن في مراحل يصير الدم يوصل إلى السائل المنوي، فإذا هو عند في المراحل المتقدمة من يوصل إلى هذه الأجزاء يلحق الضرر بها، ثم تظهر لنا الأعراض المتقدمة، وجود أيضا يعني يحس الجسم الشخص بالإرهاق المستمر، التعب، فقر الدم في مراحل متقدمة، هاي كلها نشوفها في المراحل المتقدمة. طيب دكتور، عندي الأخ أبو سعيد. السلام عليكم. عليكم أخي العزيز. مرحبا، كيف الحال؟ يا أهلا وسهلا فيك، تفضل. ممكن أسأل الدكتور بس سؤال؟ تفضل، بس بسرعة لأنه معي دقيقة واحدة بس، تفضل. أنا عندي لما أنام بالليل ييني الظهر من تحت يعني فوق الأفخاذ ألم شديد، بس وقت النوم على اليمين وعلى اليسار، فعملت فحص على الكلى قالوا الكلى سليمة 100%، فهل علاقة بالبروتستات أو بالبرد أو شيء معين يعني؟
إذا الآلام بالأفخاذ هذه عادة ما بتكون لها علاقة. إذا آلام لا فوق الأفخاذ دكتور لو سمحت. نعم فوق وين؟ الأفخاذ لو سمحت في البطن بس من تحت يعني آخر شيء في البطن تحت آخر. طيب. يعني تحت منطقة الصرة تحت منطقة الصرة هاي المنطقة. أيوه, أيوه أيوه. أي نعم ممكن هذه يعني. من الخلف دكتور. كيف نعم؟ من الخلف أقولك في الظهر. طيب. طيب شكرا لاتصالك. طبعا أنا أيضا بتواصل معك بعد البرنامج على الساعة الثانية لأخذ أيضا مزيد من المعلومات باعتبار الوقت انتهى, وأترك الكلام للدكتور مثنى إذا في أي نصيحة للأخ أبو سعيد. نعم هو المنطقة اللي يشار إلها ممكن أنه تكون إلها علاقة بالبروستات, يعني هاي المنطقة بالخلف أيضا في يعني إذا يصير التهاب مزمن أو التهاب درجة معينة ممكن يعني نعم. الألم يشار إلى ذيك المناطق, فهي راد لها فحص سريري للبروستيت حتى نتأكد أنه هذا السبب هل هي إلها علاقة أو لا. نعم كل الشكر للدكتور مثنى محمد الراوي اختصاصي أمراض المسالك البولية وجراحتها في المركز الطبي الألماني في مدينة دبي الطبية. دكتور مثنى شكرا جزيلا لك. أهلا يا مرحبا.